ده الحقيقة يتسق برضو مع مشهد آخر اليوم للفريق أول صدقي صبحي، كان بيشهد عدد من الأنشطة التدريبية لرجال القوات الخاصة في سلاحي المظلات والصعق. وأنا برضو عندي ملاحظة على يعني كل مرة وزير الدفاع يتكلم فيها، الحقيقة كل مرة يتكلم فيها أنا أشعر أنه يجدد العهد مع الشعب المصري، يرسل برسالة واضحة جدا أن هذا الجيش لن يتخلى أبدا عن هذه البلد ولن يتخلى أبدا عن هذا الشعب، وأن قوات إنفاذ القانون التي تواجه الإرهاب وتحاصره هذه قوات تعمل ليل نهار لتخلص مصر من هذا الكابوس. كده اللي هو إيه، بيشعر المحارب طول الوقت انه مفروض عليه انه يطمن الناس، فيقول لهم يا جماعه احنا موجودين. ده شعوري طول الوقت عندما استمع الى الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحه وهو بيتكلم، يا جماعه احنا موجودين فما تخافوش. خلينا نشوف هذا التقرير عن حدث اليوم الذي كان بطله وزير الدفاع. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من الأنشطة التدريبية التي نفذتها عناصر من وحدات المظلات، وذلك في إطار المتابعة لمستوى التدريب والاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة. بدأت الأنشطة بميدان التدريب على الاقتحام الجوي الجاكوب، حيث شهد القائد العام بيانا عمليا نفذته عناصر من وحدات المظلات تضمن أعمال الاقتحام الجوي لأحد الأهداف المعادية والسيطرة عليها. وقدم مجموعة من المقاتلين عددا من المهارات الخاصة للقفز بالمظلات، كما تفقد القائد العام الأنشطة التدريبية التي ينفذها رجال المظلات للتدريب على أعمال القفز الأساسي والقفز الحر، مشيدا بمستوى الاستعداد والتدريب الجاد للمقاتلين وما يتمتعون به من قدرات مهارية وبدنية وثقة عالية بالنفس. ونقل القائد العام خلال لقائه مع قادة وضباط صف وجنود وحدات المظلات والصاعقة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الوحدات الخاصة، وطلبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم باعتبارهم أحد أهم دروع القوات المسلحة التي تحمي الوطن وتصون مقدساته. ووجه القائد العام التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها، مشيدا بما حققته عناصر القوات الخاصة المشاركة ضمن قوات إنفاذ القانون في القضاء على الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بسيناء وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، كما قام القائد العام بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والجنود من رجال الصاعقة والمظلات تقديرا لما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهد خلال تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.